طب انا معايا على الهاتف دكتور علي مصلحي وزير التموين. دكتور مصلحي مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا كنت بس عايزه استوضح هو الرئيس كان بيسال على ايه بالظبط، لانه يعني انا شفت شرح حضرتك مفهوم يعني انه احنا هقول لحضرتك بيسال على حاجه استراتيجيه هامه جدا. دقيقه واحده بس اقول لحضرتك، موضوع تخزين الاقماح وحضرتك عارفاه من مده طويله طبعا، نتيجه طول عمرنا زمان يعني نرجع قبل السبعينات كانت بنك التنميه والائتمان الزراعي بيخزن في الشون المفتوحه. صحيح، ودي كانت فيها مشاكل وبتؤدي مفهوم. بالظبط بالظبط، وطبعا الدنيا كانت رخيصه والدنيا كانت هاديه، وضع مختلف، وبالتالي كان الوضع مختلف. من السبعينات عشان اقول الحق يعني ابتدوا في الصوامع الخرسانيه، ودخلنا في جيل السبعينات لغايه الثمانينات، صومعه اسكندريه وصومعه في امبابه، اللي لاحظ صومعه امبابه الكبيره اللي عامله زي مبنى ناطحة سحاب كده خرسانه، ثم بعد المفاعل النووي. ايوه بالظبط، هي اقرب لكده. ثم بعد ذلك في دمياط وفي شبرا، ثم بعد ذلك في سفاجة، يعني انتهت السبعينات لغايه الثمانينات بحوالي نص مليون طن تخزين قمح في صوامع خرسانيه، ما كانش تكنولوجي الصوامع المعدنيه ابتدى. لو تفتكري في اوائل في 2000 ومن ايام بقى الوزاره عندنا اتعمل مشروع البتاع الخمسين صومعة اللي كان في تعاون برضو مع السعودية والخليج، ولكن لم ننتهي إلا من 25 صومعة. لما نضيف ال 25 صومعة بس كانت ساعتها حوالي 30 ألف طن صومعة الواحدة، وبالتالي كانت ادتنا حوالي 0.6 تانية أو يعني 600 ألف طن. فبقى عندنا قوة تخزين واحد من عشرة. بس احنا كده التوتل 4.2 مليون طن. في سنة ونص بعد كاس الريس لما جاء، ولا ادعي هي كريدت في هذا الموضوع، جت التعاون مع الامارات وتعمل ال 25 صومعة. تمام، هو بقى بيسال على ايه؟ بيسال على الشون ولا بيسال؟ هتكملوا؟ لا، بيقول انتوا لسه عندكم شون ولا ايه يا علي؟ قلت له يا فندم، احنا اتعمل كمان مشروع اللي هو صوامع افقيه او الهانجر، لو بصيت في صور مفهوم بانت كده كان زي الهنجر وجواه القمح، فدي صوامع مطوره، نوع من الصوامع افقيه مش راسيه. فكنا عملنا 105 كمان بحوالي 210,000 طن. فبيقول انتوا حكايتكم ايه؟ لسه فاضل عندكم شون ترابيه. فانا قلت له بس احنا عندنا لغايه دلوقتي حوالي 3.5 مليون طن صوامع، وبالتالي يقدر يدينا احتياطي من 5 لـ6 شهور استراتيجي. قال هتكملوا؟ طبعا هنكمل، بس طبعا حضرتك عارفه ان ده محتاج بادجت، فهو بيقترح اذا كان بيضيع مننا نفترض النص دلوقتي 2 او 3 مليار جنيه في السنه، في الباقي اللي مفقود مش متغطي، فبيقول وفروا الفلوس دي واعملوها. فالحق يقال نجيب، الضوء كان في عيني انا مش شايف سياده الرئيس بيتكلم وملامح وشه ازاي. الخطة هنعمل اللي احنا استخدمناهم السنة دي كنقاط تجميع ولسه لم تحدث، هيتم وضع خطة بحيث نحدث الأماكن اللي موجودة ونشوف البادجت نجيبها سواء بتمويل طويل الأجل أو بأي طريقة، بحيث إن احنا فعلا ننتهي من مشروع هام جدا وهو الصوامع أو مفهوم التخزين الحديث. بس احنا النهارده افتتحنا مجموعه صوامع مهمه الحقيقه، ولازم نشكر دوله الامارات على مساعدتها لينا في هذا الامر، ولكن فعلا موضوع الصوامع ده مهم جدا، وانا عايز اشرحه للناس. لو حضرتك بصيتي للصومعه، الصومعه يعني مصنع لوحده للحفاظ على القمح سليم من اي رطوبه او حشرات او اي طريقه، بحيث القمح بيدخل بيتشفط التراب بتاعه بأجهزة، ثم بعد كده بيتغربل، ثم بيمشي على سيور إلى أن يوضع في جزء من الصومعة. الجزء من الصومعة ده زي ما يكون المناخ منضبط بيه من درجة الحرارة ودرجة الرطوبة وكل المتغيرات، وسيادة الرئيس اتفرج على وحدة التحكم في الصومعة، حاجة يعني في منتهى التقدم، بحيث الاوبريتور اللي قاعد على الكمبيوتر شايف كل المتغيرات بتاعه الصومعه، وفي نفس الوقت يقدر شفتي العربيه اللي تحت الجزء اللي بينزل منه القمح،
ممكن تعبي الثلاث عربيات في نفس الوقت معدل بتاعها 200 طن ساعه. العربيه الكبيره دي 50 طن، يعني لو حط ثلاث عربيات هتجدي في اقل من نص ساعه الثلاث عربيات تكملوا وتقدري تملي ثلاثه ثانيين. وهذه هذه الصوامع كلها تدار بواسطه الحكومه، فقصه بقى اللي اكتشفها مجلس النواب أيوة بتاعت أيوة. والسنه دي والسنه دي كمان لم نستعن باي صومعه خاصه، باي صومعه خاصه عشان ما يبقاش في اي نوع من حتى الشك. نقطع الشك باليقين، وكل بني ادم يدير حاجته ويديرها كما يجب. بس الحق يقال النهارده اذا كانت معي دقيقه اتفضل، كان يوم مصارحه ومكاشفه ومهم جدا ان الناس تعرف الحقائق، سواء زي ما حضرتك علقتي على المليون ونص فدان او علقتي على البيانات اللي اتكلمنا عليها في سد الفجوه الغذائيه، سواء من القمح او من السكر او من الزيت او من اللحوم والدواجن والاسماك. هناك نوع من المصارحه الحقيقيه حتى نكون جميعا مع بعض ونقول الموضوع ده يتحل ازاي. من اهم الحاجات التنسيق بيني وما بين وزير الزراعه، وانا سامعك بتتكلمي عن المحصولات الزيتيه، ان شاء الله هتحدد مساحات الزراعه سواء عباد الشمس او فول الصويا حتى يمكن ان احنا نبدا في انتاج الزيت بتاعنا بنفسنا، بالاضافه لزياده مساحه القطنه. نرجع تاني للقطن، بدل ما كنا وصلنا من مليون فدان ل 125,000 بس، السنه دي متخطط لها 250,000 فدان، وبالتالي بقى عندنا باذن الله نقدر نطلع منها زيت. لابد من سد الفجوه الغذائيه ونقلل، وانا قلت لحضرتك حضرتك استاذ اقتصاد جامد جدا، هنقلل الاستيراد وبالتالي الضغط على الدولار يقل، وبالتالي ندفع فلوسنا لاهلنا في مصر ويحصل نوع من التنميه والاعتماد على الذات بطريقه مختلفه. بشكرك دكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه.